السلام عليكم مع اوان شعيب دائما الجديد والرخاء الاخوان، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر اللي كنديروا معكم دابا هذا اللايف من اوان شعيب للمدينه. اول حاجه غادي نبداو بها هما هاد المرايات الواعرين اللي درنا فيهم ثمن خطير جدا، عوض 180 درهم ولا 120 درهم ولا 150 درهم، غتاخذهم عند اوان شعيب ب 1200 ريال. ثلاثة ديال المرايات واعرين ثمن ديالهم فقط 60 درهم حصريا عند اوان شعيب. وكاين عندنا هادو اللي كبر عليهم شويه اللي كيديروا على برا تما 400 درهم او 350 درهم، حنا غنبيعوهم ب 120 درهم، 2400 ريال فقط. صراحه ثمن واعر بزاف كاينين في هاد المرايات هادو وحصريا عند اوان شعيب. شوفوا معايا هاد البراد شحال واعر، براد خطير جدا الاخوان، مرحبا بكم. كاين عندنا هاد البراد، هذا البراد اللي نورمالمون كنا كنبيعوه بروموسيون 130 150 170 درهم، اليوم كنديروا ليه غير 100 درهم. فيرزاتشي بالدوري الثمن ديالو 100 درهم فقط. صراحه براد واعر بزاف خطير، والثمن اللي فيه رائع 100 درهم، وهذا اللي كبر منه درنا ليه فقط 110 درهم، يعني 2200. فيرزاتشي بريستيج دوري درنا ليه 110 درهم عوض 3000 ريال، واللي كبر منه درنا ليه فقط 100 لا بلاتي 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 كيتغلطوا ليا القياسات، سمحوا ليا. الصغير 100 درهم، اللي كبر من لا الصغير 100، واللي كبر منه 110، واللي كبر منه 120، والكبير ديالو 140 درهم. هذا هو الكبير اللي كنا كنبيعو بروموسيون 3600 درنا ليه 140 درهم، 2800 ريال. دائما اجدد الترحاب انتم الان مباشره مع ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه في المغرب. كاين عندنا الهمزه، كاين عندنا لا بروموسيون، وكاين عندنا الصود الواعر اللي ما غاديش تلقاوه في شي بلاصه واحده اخرى. مرحبا بكم في جميع محلات اواني شعيب. شوف شوف الجديد اخويا، شوف ارى لي الجديد، 30 درهم، 30 درهم فقط، 600 ريال، واعره بالبلاطو ديالها، الثمن ديالها فقط 30 درهم. البلاطو ديالها تقدر تستعملو انك تحط فيه هادو، ويقدر يكون هاد البلاطو كيصلح حتى القرعه ديال الموكز ديالها، يعني هاد التويشيه متعدده الاستعمالات. الثمن ديالها 30 درهم، 600 ريال، ركزوا معايا مزيان. وعلى خمسة درنا ليها فقط 70 درهم، 1400 ريال. وعلى ستة درنا ليها فقط 80 درهم، 1600 ريال. صراحة كاين ما يدار، كاين الجديد الإخوان. نعم واخا أنا غنجي عندك باش تعطيني الثمن ديال التويشيات هادو. هادي كنا كنبيعوها بروموسيون ب 70 درهم 80 درهم، اليوم درنا ليها 800 ريال 40 درهم، وهادي درنا ليها عوض 120 درهم درنا ليها 70 درهم، وهادي عوض 180 درهم درنا ليها 90 درهم. 800 ريال 1400 ريال 1800. ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه هو اواني شعيب. اللي بغى يجي عندنا المحل ديالنا، حنا كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء، اواني شعيب المحل ديالنا اللي دابا كندير معكم فيه اللايف، جا ورا بنك المغرب اللي مقابل مع جرده الحمام. كاينه جرده الحمام فين كاينه النافوره، مقابل معاها بنك المغرب، حنا في الظهر ديالو. اواني شعيب المدينه، جا ورا بنك المغرب في الزنقه الطاطا مقابل مع السينما لوتوسيا. صراحة كاين بروموسيون واعرة، أنا غنعطيكم السولد كامل. شوف معايا هادو واعرين، هادو بزاف صراحة، وحتى الثمن درنا فيهم ثمن خطير جدا. هادي الثمن ديالها درنا ليها 90 درهم، 1800 ريال، 1800 عوض 3600 درنا ليها 1800 ريال. وشوفوا معايا هادي شحال واعرة خطيرة. شوف 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 شوف، ماشي 4000، ماشي 3600، ماشي 3000 ريال، درنا ليها 120 درهم، 2400 ريال.
شوفوا معايا هذه شحال واعره. شوف شوف الجديد الاخوان، دائما اللايف عامر بالجديد، عامر بلا بروموسيون، عامر اي حاجه بينتها. دابا كنقرا التعاليق ديالكم، بعض المرات كنكونوا في لي لايف كنديروا تذكير، سمعوا لي مزيان، مره مره كنكون كندير تذكير للسلعه اللي عندنا، وكتقولوا لي شعيب ورينا الجديد. دابا المده ديال 5 دقائق وانا طالع لايف بينت لكم غير الجديد، حتى شي بياسه ما وريتها لكم دابا كانت عندنا، ديما الجديد. الثمن ديال هادي عوض 3600 ولا 4000 ريال، غتاخذوها ب 99 درهم. بشاخ، يا سلام على الجديد، على الهمزه، دائما الجديد والاناقه. شعيب كتعجبني دائما الاناقه والجديد، كتهضر على المعن. شكرا لك، بلاتي نقرات الاسم ديالك، شكرا لك لطيفه. نعاود نذكركم بالجديد اللي عندنا، ولا ندوزو نسال الشلعه الاخرى. هادي ما بينتهاش، هاد البلاطو هذا ديال الميتال، ميتال الاخوان. شوف هذا بلاطو ميتال، نورمالمون جوج كيديروا 180 درهم، حنا غنبيعوا لكم جوج ب 99 درهم. قولوا 100 درهم، جوج جوج ب 99 درهم فقط. شوف شوف واعر واعر، هذا خطير بزاف. قلنا جوج ب 99 درهم، هادو درنا فيهم بروموسيون واعره، كنا كنبيعهم ب 4600، راه درنا لهم غير 2600. مبروك عليكم الاخوان، مبروك عليكم، جوج ب 2600. شوفوا معايا هادو، ثلاثة ب 50 درهم، 99 درهم، 2400، 1800 ريال، 30 درهم، 70 درهم، 90 درهم، 50 درهم، كنا كنبيعو ب 70 درهم، 50 درهم، بلاطو واعر بريستيج، 40 درهم، 80 درهم، كنا كنبيعوهم ب 3600، 2600، 130 درهم، لي سوطاس، 60 درهم. وكاين عندنا هاد الموديلات اللي كانوا عندنا، على 4 ب 60 درهم، على 5 ب 80 درهم، وعلى 6 ب 90 درهم. يا 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 يا، أوا الجديد أخويا، أرى لي الجديد، أرى لي الجديد أخويا. هز 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 معايا هاد البلاطو، شوفوا معايا الخدمة، شوفوا معايا الأناقة، شوفوا معايا الروعة. هاد البلاطو هادو نورمالمون كيديروا على 4 490 400 درهم، كله بشحال كيبيعوا. اواني شعيب غيدير معاكم ثمن سبيسيال بمناسبه قدوم المنتخب الوطني المغربي لارض الوطن، غنحسبوا لكم هذا الباك كامل 290 درهم فقط، 5600 ريال، 5800، 290 درهم. شوف واللي بغى بياسه راه كنبيعوا واقيلا 50 70 90 120 بحال هكا ديطاي، كنت كنبيعهم ديطاي. كلشي عندكم زوين، شكرا. دائما اجدد الترحاب، انتم الان مباشره من محل اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا جا في الظهر ديال بنك المغرب اللي مقابل مع جرده الحمام. عندنا الطبيصلات 76 درهم، 76 درهم، 76 درهم، 76 درهم، 76 درهم. هادو درنا اليوم 220 درهم، هاد العمارات جوج كبار وحده صغيره، 90 درهم، 120 درهم، 800 ريال، 1400 ريال، 1800 ريال. هادو بكية فيها 6، غنبيعو لكم جوج بكيات فقط ب 25 درهم. شوف ليا 100 درهم، شوف 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 البراد كيدير ب 100 درهم. يا 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 يا، أنا عارف الناس اللي كيشوفوا فينا، أنا عارف الناس اللي كيشوفوا في اللايف دابا غيحماقوا على هاد المواعن، غيحماقوا على هاد المواعن. علاش؟ لأنهم معن زوينين واعرين، والجودة والكاليتي والثمن خطير. واحد القضية مهمة عفاكم بغيت نقولها لكم، مهمة جدا، الهاشوار جو تيترو كرافت فيها 1000 ديال لي واط، وفيها بزاف ديال الماس، الموس الاولاني الدوبل ديالو ديال الثومه، المعاسه ديال الدراب ديال البيض، الباك كامل كنبيعوه ب 150 درهم، 3000 ريال. والثمن اواني شعيب الوحيد في المغرب كامل، ركزوا معايا عفاكم مزيان، رضا ركز معايا مزيان، اواني شعيب الوحيد في المغرب
اللي كيبيع لكم هاشوار جوجيترو 1000 ديال لي واط وعامره قفه ديال الماس اللي كطحن الثومه اللي كطحن الربيع اللي ك ب 150 درهم. هاد الثمن هذا حصريا عند اواني شعيبه الاخوان. الكاس ديال المغرب مازال متوفر 12 كاس ب 70 درهم. الكاس ديال الريشه 12 كاس ب 70 درهم. صراحه كاين ما يدار اخويا عندنا بالرجوله. كاين عندنا هذا الكاج هذا، كاين عندنا الصغير ديالو المويان 150 درهم والكبير ديالو 190 درهم. اخوان قبل ما نكمل معكم لا بروموسيون ومازال غنهبط معكم للمحل ديالنا لتحت، لتحت عامر بالجديده الاخوان، لتحت عامر بالهمزه. شوفوا شنو موجدين لكم، شوف شوفوا شنو موجدين لكم الاخوان، بقاو معنا. شوف هذا هو اواني شعيب المدينه، مرحبا بكم، جيو تستافدوا من لا بروموسيون، جيو تستافدوا من الهمزه، جيو تستافدوا من العروض الخطيره هنا في محلات اواني شعيب. مرحبا بكم. شوف اواني شعيب المدينه عامر بالجديد، هذا الرايوناج ديال بريستيج صراحه داك الشيء خطير بزاف. كاين عندنا الترموسات، عندنا الكيسان، عندنا اي حاجه. بحال هذا الكيسان كنبيعوا جوج باكيات ب 30 درهم، كل باكيه فيها سته. انا غنرجع معكم لهنا، انا غنرجع معكم وغندير معكم واحد الجوله زوينه في المحل ديالنا، بقوا معايا. بلاطو كنا كنبيعوه 180 درهم، درنا ليه بروموسيون 130 درهم، اليوم كنبيعوه ب 1600 ريال 80 درهم حصريا عند اواني شعيب. واحد السيد كتب لي اواني شعيب تحفه تحفه، شكرا لك بزاف، بفضلكم انتم ولينا تحفه. اكيد حنا كنتقاتلوا باش نجيبوا لكم الجديد، كنتقاتلوا باش نجيبوا لكم الرخاء، كنتقاتلوا باش نبقاو محافظين على اواني شعيب الرقم واحد في المغرب. ولكن كيرجع لكم الفضل الكبير انتمايا، عافاكم ركزوا معايا مزيان، كيرجع لكم الفضل الكبير لانكم كتدعمونا بالقلوب اللي كتخليو لينا في لي لايف، كتدعمونا بالبارتاج اللي كتعطيونا. راه اي جيم كتعطيونا واي بارتاج كتخلي لينا راه عندها دور كبير في الدعم ديالنا. لهذا غادي نقول لجميع الزملاء اللي كيشوفوا اللايف دابا، 2000 واحد كتشوف اللايف مرحبا بكم كلكم، عطيونا لايك هنا، جيم هنا، جيم وبارتاج. موركوا على جيم مره واحده هنا، جيم وبارطاجيو لي اللايف الاخوان كلشي. او القلوبه، شوف اخويا القلوبه، شوف شكرا. جيم وبارطاج وطاقيو صحابكم باش حتى هما يدخلوا يشوفوا هاد الهمزه، ديروا اغوباس هنا وطاقيو لي صحابكم الاخوان، ساهله، اغوباس اغوباس وطاقيو لي. حط مثلا عندك صاحبك سميتو، عندك صاحبتك سميتها اسماء، غتكتبي اسماء، تخرج لك صاحبتك سميتها اسماء غطاقيها وانت هي غادا خدامه. طاقيو لينا صحابكم يلاه، وديروا لينا جيم، ديروا لينا جيم الاخوان وبارطاجيو اللايف باش باش يجيو ياخذوا بلاطو ديال 3600 ب 1600 ريال 80 درهم، باش ياخذوا ثلاثه ديال الكاسرونات تيتانيك الاخوان. الله يلا عندي في الدار، انا كنهضر على راسي، هاد الكاسرونات عندي في الدار ثلاثه ب 70 درهم 20 درهم اخويا، شوف لي 400 ريال المق. ولكن هذا ديال عدي باش نكونوا صريحين، حنا عندنا الصراحه مع الكليان. بلاطو زوين زوين كيصدي كيصدي، هادي زوينه زوينه كتخسر كتخسر، هادي ديال سلوكو ولكن الثمن ديالك يشجع. مقله ب 400 ريال، كاين الناس كيخافوا على المقالي كيشريوهم ب 1600 ب 1800، كتبغي تحط شي مقله في الكوزينه اللي ولدها يديباني بها. عرفتي الدراري كيشدوا المقالي ديال البغرير كيديروا فيهم العاشق، كيقدروا يقشرهم، خذي لي هادي ب 400 ريال وتهني منه 20 درهم خليه يعيش معاها. 400 ريال اللي عنده شي ولده كيخسر لها المقله في الكوزينه، تجي تاخذ هذه ب 400 ريال وتخليه محارب معاها. جوج مقالي ب 70 درهم 1400 ريال، كنديروا تذكير ومره مره كندوزوا لكم الجديد. ثلاثه ديال الكاسرونات ب 190 درهم، وثلاثه ديال المقالي جرانيت ب 190 درهم عوض 7000 ريال. شوفوا الطاجين شحال زوين، شوف شوفوا الطاجين، طاجين اينوكس ولكن ضروري كاينه اللمسه ديال البريستيج. هالطاجين هذا غنديروا ليه 150 درهم 3000 ريال، هذا الصغير ديالو، والموين ديالو غنديروا ليه غير 180 درهم 3600. تخيل معايا الكبير ديالو غنديروا ليه 199 درهم، خطير
يعني 4000 ريال صراحة. طواجن واعرين الإخوان، مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر ديما الجديد الإخوان، ديما الهمزة. هاد الصوت اللي كتشوفوا دابا غيكون عند أواني شعيب المدينة، المحل ديالنا في المدينة، وتا المحل ديال البرنوصي والقريعة والحي المحمدي تا هو فيها السلعة، تا هي تقريبا واحد 99% ديال السلعة اللي كاينة هنا. هاد الطواجن يمكن كاينين غير في المدينة فقط، ولكن غيكونوا في المحلات ديالنا كاملين ابتداء من غدا في العشية. وحتى المرايات اللي ورينا الفوق ديال 1200 وديال 2400 كاينين عند أواني شعيب المدينة فقط، ولكن غيكونوا ديسبونيبل في المحلات ديالنا الآخرين. هاد البراد هذا الصراحة خطير خطير خطير، الثمن ديالو درنا ليه 100 درهم همزة، 100 درهم، واللي كبر منه درنا ليه 110، واللي كبر منه درنا ليه 120، والكبير ديالو اللي كنا كنبيعو ب 3600 درنا ليه 140 درهم فقط. هو راه باقي معلق الثمن وقيله بلاتي. الصغير كنا دايرين ليه 120 درهم شتي، 120 درهم. هاد الصغير اللي كنا دايرين ليه 120 درهم ها هو، هو اللي رجعناه هنا ب 100 درهم ها هو. وهذا فيرزاتشي وكاليتي زوينه، والبراد فريمون مخدوم واعر شتي، ها هو رجعناه ب 100 درهم ها هو، راه باقي هنا ب 120 درهم، راه باقي عندنا شي حاجه في الستوك. ها هو 120 درهم، فين هي فين هي تودرت ليا تلفش. هاي 120 درهم شتي. الكبير ديالو فينا هو اللي كنا كنبيعو، يمكن ما بقاش عندنا الكبير ديالو، مني جا هاد لاريفاج الرخيص حيدناه. كاين عندنا البراد، كاين عندنا هذا في بروموسيون زوين، هذا هو ديال 70 درهم 80، ياك هذا 70 درهم 80 درهم، ولكن الفيرزاتشي دايرين ليه الصغير ب 90، الكبر منه 100، وهذا 100، والكبير ديالو 120، والكبير ديالو 120 درهم، 2400 ريال الكبير ديالو. الاخوان كنقرا التعليق ديالكم، ما تنساوش الاخوان تبارطاجيو لينا اللايف، شكرا لكم من بارطاجيتو اللايف، بزاف الناس التحقوا بينا في هذه اللحظات. اي واحد اول مره غيشوف هذا اللايف يكتب لينا انا في الكومنتير، سهله. اللي اول مره كيشوف اللايف ديال اواني شعيب يكتب انا، سهله باش نعرف كيفاش غنتواصل معاكم، باش نشوف واش غير الكليان ديالنا اللي كتفرجوا فينا ديما هما اللي كاينين، ولا كاينين ناس جداد. يلا الاخوان مرحبا. التبصيل ديال الدسير 20 درهم 400 ريال، الكوبا 70 درهم 1400 ريال، المباخره 50 درهم 1000 ريال، المباخره فضه 60 درهم 1200 ريال، كاين عندنا تسليله 1000 ريال 50 درهم، كاين عندنا الترموسات فينهم هادو جوج هادو كنا كنبيعوهم 170 درهم، راه درنا لهم غير 130 درهم 2600، مبروك عليكم. هادو درنا لهم غير 100 درهم، جوج ترموسات ب 100 درهم، هادو درنا لهم 140 درهم، وهادو درنا لهم 120 درهم، وهادو 100 درهم، وهادو 160 درهم. لمياء، فاطمة الزهراء، سهام، أم رانيا، تبارك الله، بزاف الناس أول مرة كيشوفوا اللايف. الناس اللي كيشوفوا اللايف أول مرة مبروك عليكم، مرحبا بكم. أنتم دابا كتشوفوا اللايف ديال واحد المحل اللي كيبيع أواني منزلية رخيصة بزاف، وهو الرقم واحد في المغرب في الجودة وفي الرخاء وفي لا طوندونس وفي الجديد وفي البريستيج. انتم دابا كتشوفوا اللايف ديال اواني شعيب، اللي هو واحد المحل ساهم بشكل كبير في ادخال الاواني البريستيج للبيوت المغربيه بثمن بسيط وزوين وريزونابل. كانوا الناس اللي بغاو يشريو بلاطو فيه المرايه وداير بالدوري كانوا كيشريوه ب 10000 ريال، وبفضل الله سبحانه وتعالى اكيد اواني شعيب ولاو كيشريوه ب 2400 2600 2800 3000 ريال، داكشي زوين، داكشي واعر. الكيسان ديال 3600 4000 ولاو كيشريوهم ب 1400 ريال، البريردات كانوا ب 400 درهم ولاو كيشريوهم ب 100 درهم 2200. مبروك عليكم لانكم كتشوفوا اللايف ديال ارخص محل في المغرب. حنا كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء، عندنا المحل ديالنا في المدينه في السونتر فيل ورا بنك المغرب، كاينه جردة الحمام كنا كنعرفوها، تصورتي فيها مني كنت صغير، انا تصورت فيها مني كنت صغير،
وحتى انت اللي كتشوف دابا اللايف، الا كنتي ولد كازا راه تصورتي فيها، ولا ما كنتيش ولد كازا وجيتي ضيف الكازا كيدوك تصور فيها ملي كنت صغير. هذوك جرده الحمام مقابل معها بنك المغرب، حنا جينا في الدار ديال بنك المغرب، حنا في هاد الكارتي كامل حيت كنخدموا بالانترنيت معروفين. اي واحد تسولوا على اواني شعيب حدا البرنس ولا حدا كره ارضيه ولا حدا اوتيل حيت ريجينسي ولا توصل للمدينه سول على اواني شعيب اللي في زنق الطاطا ورا بنك المغرب غيوريوك المحل. مرحبا بكم، غدا كنحلوا من 10 الصباح حتى ل 10 الليل. اجيو باش تستافدوا من لا بروموسيون، العروض الزوينه. ركزوا معايا مزيان عافاكم، كنبيعوا ثلاثه ديال الكاسرونات ب 70 درهم 1400 ريال. عافاكم قبل ما نكمل لكم، عندنا حتى المحل في البرنوصي وفي القريعه وفي الحي المحمدي. انا مني غنقرب نكمل اللايف غنعيط لكم المحلات ديالنا الاخرين باش حتى هما الا بغيتو ديبلاصاو ليهم حتى هما تشوفوا لا بروموسيون الجديد اللي عندنا فيهم. مقلاب 400 ريال، بلاطو ديال 3600 ب 18 ب 1600. شوف شوف هادي واعره وفرحان بزاف لانني كنبيعها ب 30 درهم. شوف 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 واعر ستيليا بالبلاطو ديالها ديال الضوء. وهاد البلاطو تقدر ديرو حتى زعما الكاس ديال المواد. شوف هادي شحال واعره، شوف شوف هادي خطيره ب 80 درهم 1600 ريال واعر. انا كنفرح بزاف ملي كنجيب الجديد، عندي لو بليزير ديالي في الجديد وفي الرخاء. الثمن ديال هادي فقط البلاطو ديالها بلاستيك على فكره باش نكونوا صريحين مع بعضياتنا، وحتى الضوغ اللي كتشوفوا من الفوق بلاستيك، ولكن هذا ديال الميلامين. قلنا 1400 1600 400 ريال 70 درهم، 12 كاس ب 1400 ريال، جوج ب 70 درهم، ثلاثه ب 190 درهم، ثلاثه الكاسرونات ب 190 درهم، هو 6000 ريال. عافاكم ركزوا معايا، اللي بغى يشري شي حاجه يعقل من دابا. الطاجين الصغير درنا ليه 150 درهم، الموين 180 درهم، والكبير 200 درهم. هذا مره كنبيعوا ب 180، مره كنبيعوا ب 170، سا ديبون على حسب، قلت سا ديبون على حسب التكرار. هذه كنا كنبيعوها ب 2400، درنا لها 1600 لانها ولات كتجيب لا لومبالاج نورمالمون. هذه كنا كنبيعوها ب 2400 حيت كانت كتجي في لومبالاج. هاد المره جات صوبا، حنا في الدومين ديال المعان كنقولوا صوبا، زعما دابا جات صوبا بلا كرتونه، جات غير ب 1600 ريال. ما عندكم ما ديروا بالكرتونه، بالعكس مزيان لكم انكم تاخذوا الحاجه بلا لومبالاج كيتنقص عليكم الثمن. قلنا 2400 3000 3600 4000 1600 1600 1600 1600 500 ريال 500 ريال 60 درهم 60 درهم اللي غارق عليها شويه 80 درهم 1600 ريال. هاد البريردات هادو شحال الثمن ديالهم كيتغلطوا ليا هاد النوامر هادو، انا ديما مشقلب. هذا باقي لا كيدير شي 130 150 170 لا صح لي الثمن عافاك. حسن صايت لي يعني شي واحد في الدري يعطيني الثمن ديال هادو بالضبط، حيت بعض انا دائما اي حاجه كنوا فيها الارقام بزاف كترونني. هادو عارف ثمنهم مزيان، 100 الكبر منه 110 120 لا 100 110 120 الكبير ديالو 140. هاد الشيء راه انا اللي كنحط الثمن ديالو كنسى. هذا 130 درهم الى 130 وهذا 150 درهم والاخر 170 والكبير 170 درهم. صافي غلطت في ما جبت الثمن نيشان. برافو حسن شكرا. كاين عندنا كذلك هادشي ديال الضو، الطراب 50 درهم، بالبانيو 100 درهم، بالسيبورا ديالو 100 درهم، البانيو لا مارك كرافت 100 درهم، الباني الطراب بالبانيو لا مارك كرافت 100 درهم، الطراب اينوكس بالسيبورا ديالو لا مارك كرافت حتى هو 100 درهم. هادشي كامل ناقصين ليه في الثمن. هذا كان كيدير 1600 رجعناه ب 1000 ريال، وهذا كان كيدير 3600 رجعناه ب 100 درهم، حتى هذا كان كيدير 3600 رجعناه ب 100 درهم، والطراب حتى هو والمقراس ديال الضو حتى هو لا مارك كرافت رجعناه ب 100 درهم، رجعنا ب 1600. البلاندر الاخوان اللي كدير ديال اللي كطحن الثلج درنا ليه 4000 ريال، ديال الاينوكس 4600، الهاشوار جوج كيسان 180 درهم، كاس واحد درنا ليه 3000 ريال جوج يطرو. ودائما كنقولها وكنكررها، اواني شعيب الوحيد في المغرب اللي كيبيع هاشوار جوج يطرو كرافت ب 150 درهم. هاد الثمن ما غتلقاوش في شي بلاصه واحده اخرى الا
عند اوان شعيب حصرين. ركز شوف، غتحصرين غتشدوا واحد جوج شرطات لتحت وغتوركوا عليها بالحمر مزيان 150 درهم حصريا عند اوان شعيب، يعني ما غتلقاوش بقل من 3000 ريال الا لجيتوا هنا عند اوان شعيب فقط. ثلاثة ايطر درنا لها 190 درهم، الباني الصغيرة 2400، الجرانيت 4000 ريال. ل شو شوف دابا دابا هاد البانيني اش كيسمى، هاد البانيني كتسمى بانيني العوجة، ما عرفتش علاش تقولها العوجة، لان زعما عند هاد العباد الافازي من هنايا الثمن ديالها 4600، 3000 4600 230 درهم. ايوا الاخوان هذا هو المحل ديالنا كيف كتشوفوا، غدا ان شاء الله مع العشرة الصباح، شكون اللي جاي عندنا غدا مع العشرة يكتب لي انا في لي كومونتير. مرحبا بكم الاخوان، اجيو تستافدوا من الصولد والهمزة والهوتة وداك الشيء واعر صراحة. الموسوبالا 20 درهم 400 ريال، الكاس 400 ريال، المول 400 ريال، 3 ب 400 ريال، هادشي كله اللي كتشوفوا 3 ب 400 ريال، جوج ب 30 درهم، جوج باكيات كل باكية فيها 6 ب 30 درهم، جوج باكيات ب 25 درهم، جوج باكيات صراحة صراحة باش نكون معكم صريح، هاد الكيسان هادو ديال السعودية حسن من هادو بكل صراحة، هادو جوج ب 30 درهم وهادو جوج ب 25 درهم. انا اي واحد ننصحو الا بغى ياخذ كيسه اللي ما يضطر تقول لا مع السخون لا والو، ياخذ هذا الموديل اللي كنبيعو جوج ب 30 درهم، جوج ب 600 ريال ما كيضطر تقول مع السخون لا والو، وما غاديش يحشموكم معنا، ما غيحشموناش معكم. جوج ب 30 درهم، جوج ب 30 درهم، جوج باكيات ب 30 درهم، ثلاثه الطباصل ب 50، ثلاثه الطباصل ب 50، ثلاثه الطباصل ب 50، جوج قراعي ب 25 درهم، العطريه 60 درهم، ثلاثة بستين، ثلاثة بستين، الفريتوز بسبعين درهم، أربعين درهم، أدي واعر حلة حلة نشوفها من الداخل. إخوان بارتاجيو اللايف الإخوان، بارتاجيو اللايف، بارتاجيو ليا اللايف الإخوان، بارتاجيو ليا اللايف، دعموا اللايف بالبارتاج. هذه الثمن ديالها إينوكس كامل، دور ليا القاع نشوفوا لامارك ديالها، لامارك تاتش. كلكم كتعرفوا لا مارك تاتش، ماركه زوينه معروفه ما كتحشمناش مع الكليان. الثمن ديالها فقط 40 درهم، هادو 6 ب هادي دي واعر، هادي ما عرفتش علاش الناس كياخذوها بزاف وكتعجبهم، يمكن حيت كيديوها معاهم للخدمه. هادو كنبيعو جوج ب 25 درهم، جوج ب 500 ريال، كاين التوصيل، كاين التوصيل، كاينه خدمة التوصيل. هادو كنبيعوهم ب 1200 على جوج، وهادو 3 ب 70 درهم، جوج ديال الليمون 1200، الفراقة 1200، العطرية، العطرية الإخوان توما كيتعتبروا طوندونس عند أواني شعيب. مرحبا بكم الإخوان، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر. شوف معايا هاد الفراقة 130 درهم ملكية صراحة، وهادي 50 درهم، وهادي 60 درهم، الكراف 1000 ريال، 3 ب 3 ب 1600، هادو كنبيعو 4 ب 100 درهم، كانوا كيديروا 3600، درنا اليوم 100 درهم. اخوان بلاتي 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 بلاتي، شفتكم نعستو معايا في هذه اللحظه، هذه نعستو معانا الاخوان. 3150 واحد كتشوف اللايف، بغيتكم كاملين تعطيونا جيم هنا مره واحده، جيم جيم هنا، لايك مره وبارطاجيو لي اللايف، كلشي بارطاجي اللايف، غتكليكي على هذا الفلاش وغتبارطاجي لي اللايف مع صحابك. يلا كلشي بارطاجي اللايف الاخوان، بارطاجيو مع صحابكم باش يشوفوا هاد لا بروموسيون، باش يشوفوا هاد الهمزه، باش يشوفوا هاد السولد، كلشي بارطاجي اللايف الاخوان، بارطاجيو اللايف وغنكملوا معكم ان شاء الله لا بروموسيون. بارطاجيو اللايف لان البارطاج ديالكم هو الدعم ديالنا، شكرا لكم بزاف على الدعم وعلى البارطاج. بارطاجيو اللايف في الفيسبوك ديالكم، ولكن هاد الفلاش كيفاش كتبارطاجي اللايف؟ اجي نبارطاجي اللايف عندي في فيسبوك، انا كيفاش غندير بارطاج؟ لا ما عرفتش علاش طلعت لي اللعيبه، خصني ندير هكا ياك، ونكليكي على هادي وندير هكا صافي، وندير هكا ياك. لا داك في المير عندك. المهم المهم بارطاجيو لي اللايف الاخوان، اللي كيعرف يبارطاجي بارطاجي اللايف، وكتبوا لينا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه، شكون هي المدينه اللي كتدعم اواني شعيب بقوه. هاي خدمه التوصيل، اللي بغى السلعة توصلو حتى للدار يتواصل مع هاد الأرقام 06
06 05 09 05 98 06 35 40 19 19 06 53 69 04 86. التوصيل كيبدا من 35 درهم الاخوان، من 700 ريال خارج كازا، كرطونه عامره بالمعان توصلك حتى اخر المغرب 700 ريال. قيدوا هاد الارقام، قيدوا عفاكم اللي شكون واحد فيكم يقيد رقم في لي كومونتير باش الناس يقدروا ياخذوا هاد الارقام الا حيدت هاد لا فوتو. 06 05 09 05 98 06 35 40 19 19 06 53 69 04 86. شكرا لكم بزاف على الدعم اللي كتعطيونا وعلى البارطاج اللي كتخليو لينا الاخوان. شكرا لكم بزاف على اي حاجه كديروها في حق اواني شعيب باش كتدعمونا. 6 ديال الطبيصلات ب 20 درهم، هاد الغارقين كنبيعو 5 ب 20 درهم، حتى هادو كيجيو واعرين كنبيعو 5 ب 400 ريال. هادو كيدخلوا للفران وكذلك ديال الماكله، كيتغطي عندهم لومبالاج ديالهم، الثمن ديالهم كنبيعو جوج باكيات ب 25 درهم. كاين عندنا هاد الكسرونات ديال الكرانيت كنبيعو 3 ب 190 درهم. كاين عندنا حتى الطبيصلات الطوال كنبيعو 3 ب 60 درهم. كاين عندنا المربعين الكبار كنبيعو 3 ب 60 درهم، والصغار عليهم شويه كنبيعو 4 ب 60 درهم، والصغار عليهم شويه كنبيعو 4 ب 50 درهم. كاين عندنا هادو اللي كيدخلوا للفران، الصغيره ديالها كتبدا من 100 100 110 120 130 140 درهم. كوكوطات جوج ونص كدير 170 درهم 150 درهم، جوج ونص كدير 150 درهم، ثلاثه ايطرو كدير 170 درهم، اربعه ايطرو اللي كنا كنبيعو ب 4600 رجعناها غير ب 4000 ريال، خمسه ايطرو اللي كنا كنديروا ليها 5600 رجعناها غير ب 4600 230 درهم، 7 ايطرو رجعناها ب 280 درهم، و 9 ايطرو رجعناها ب 320 درهم. مرحبا بكم الاخوان، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام مباشره على هذا البث المباشر. اواني شعيب كيرحب بكم، كاين ما يدار، كاين الجديد هو هذا هو اواني شعيب المدينه. شوف كتهبطوا مع الدروج، كتاخذوا السليله ديالكم، وكتعمروا لي المعينات بارخص الاثمنه. اواني شعيب المدينه، مرحبا بكم. نعاودو نطلعو معاكم الفوق باش نوريكم الجديد اللي عندنا. زيد 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 زيد، سير 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 سير، ها هو الجديد غنرجعو ليه. الجديد الاخوان، الجديد هو هاد المرايات. شوف شد معايا بحال هكا، ثلاثة ديال المرايات درنا اليوم 1200 ريال، 60 درهم عوض 2600 درنا اليوم 1200 ريال. كاين عندنا هاد المرايات الواعرين كبر منهم شوية، درنا اليوم 3 ب 2400 120 درهم. اللي عجباتو شي حاجه يدير ليها سكرين، ديروا سكرين وخليوها تصور في تليفوناتكم باش الا جيتوا لمحلاتنا وريو التصاور للدراري اللي عندنا ويجبدوا لكم السلعه اللي خاصاكم. وجدوا لي السكرين الاخوان، راه غندير لكم جوله على جديد اللي عندنا كامل. اللي ما كيعرفش يدير السكرين يعيط على اختو ولا على ولدها ولا تعيط على بنتها ولا راجلها، يدير ليها سكرين السلعة اللي باغا. الثمن ديال هادو 3 ب 2400. اجي نبداو من هنا، نبداو من هنا. زيد غنبداو، غنعطيكم الثمنات ديال هادشي كامل اللي هنا وغندوزو لهنا وغنعطيكم الثمن بسرعة باش نحبسو اللايف ما نطولوش عليكم كثر، باش نخليكم تشوفو تنعسو باش غدا تجيو ان شاء الله. كنحلو من 10 الصباح ل 10 الليل، غدا الاربعاء ياك. غدا الاربعاء كاين ما يدار الاخوان، صراحه كاين ما يدار، كاين ما يدار الاخوان. بلاتي نعطيكم النعت ديال اواني شعيب المدينه، ركزوا معايا. هذه هي جرده الحمام، ها هو مدرقات الشجر، جرده الحمام مقابل معها بنك المغرب. بنك المغرب هو هذا، حنا جينا في هذه الزنقه، هذه زنقه طاطا. اواني شعيب المدينه جا ورا بنك المغرب اللي في المدينه، زنقة طاطا بلا مارا، زنقة طاطا، ومقابلين مع السينما ليتيسيا وأوطيل المامون. شيا ها السينما ليتيسيا، ها أوطيل المامون، ها بنك المغرب اللي وريتكم دابا،
ها هو الدار ديالو كيبان من هنا. بقاو معايا المغرب، بقاو معايا نوريكم بنك المغرب كسر. هذا هو بنك المغرب، بنك المغرب هو هذا اللي وريتكم دابا في الفيديو اللي مقابل مع جردة الحمام. هنا كاينه كره ارضيه، اللور ديال الديور كاينه كره ارضيه، واللور ديال اوتيل المامون كاين البرنس. هنا فين دايز البرنس، حنا مقابلين مع اوتيل المامون والسينما ليتوسيا، اواني الشعيب المدينه. انا غندير معكم دابا جوله. دابا غندير معكم جوله الاخوان، كتبوا لينا في التعاليق المدينه اللي كتسكنوا فيها باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه كتدعم اواني الشعيب في الكومونتير بزاف. يلا كلشي يشارك معنا في التعاليق على بركه الله. اللي عجباته شي حاجه يدير ليها سكرين، راه غندير معكم جوله على هذا الجديد كامل اللي كتشوفونا. هاد لا بروموسيون اللي كتشوفوا دابا كاينه عند اواني الشعيب البرنوصي. المحل ديالنا في البرنوصي جورا النيابه، كاينه النيابه وحده في البرنوصي. نعطيكم العناوين ديال المحلات وندوز معكم السلعه. اواني الشعيب البرنوصي، جينا ورا النيابه، كتوصلوا للبرنوصي سولوا على النيابه ولا سولوا على اواني الشعيب اللي في الظهر ديال النيابه. كاينه النيابه وحده في البرنوصي. اواني الشعيب القريعه، الرومبو ديال مالي البونج ديال دولي دول، توصلوا ليها سولوا على اواني الشعيب، جينا في شارع شعيب الدكالي. اواني الشعيب الحي المحمدي، عندنا جوج محلات اللي في طلعت القيصريه الحي المحمدي ما بين القيصريه وقهوه فلوريده، والثاني جا في الدوره ديالو في دوره المذاكره مقابل مع قهوه تيتانيك. واضح واضح جدا. ندوزو معكم الجديد، يلا وجدوا لي السكرين. اللي عجباتو شي حاجه يقيدها في ورقه وستيلو، اللي ما بغاش يدير السكرين يجيب ورقه وستيلو. جوج ب 30 درهم، على 75 درهم بالبلاطو ديالها، على 86 درهم طبيصلات. الثمن ديال هادي، اسمحوا لينا تقطع لينا اللايف، الثمن ديال هادي 18 درهم. هادي كنا كنبيعوها ب 70 درهم ورجعناها ب 1000 ريال، وهادي رجعناها ب 45 درهم 900 ريال. زيد 900، هادو رجعنا 3 ب 20 درهم، حتى هادو الاوفال رجعنا 3 ب 400 ريال، حتى هادو رجعنا 3 ب 400، 3 ب 400. هاد الكبار جوج ب 25 درهم، الترموسات جوج ب 2400، والبلاطو 1600 ريال 80 درهم. الثمن ديال هادي 60 درهم، والثمن ديال هادي 50 درهم، المويان 40 درهم، المربع 50 درهم، هادي 1600 ريال. شوف شوف واعر هادي 80 درهم. جوج طواجن ب 25 درهم، حتى هاد الموديل جوج ب 25 درهم. واش ما كيطلعوش ليا التعاليق؟ بلاتي الاخوان ما كيطلعوش ليا لي كومونتير. بقوا معايا الاخوان، بقوا معايا عافاكم واحد الدقيقه، كتبوا لينا عافاكم. صراحه لا طوندونس ديال اليوم هو الاستقبال الملكي ديال الامهات وديال اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي. صراحه كان واحد الاستقبال واعر بزاف، كتحس بيه عفوي بواحد الطريقه خطيره جدا، كتحس بواحد الاسره مجموعه وعائله. صراحه كان استقبال واعر بزاف. شوف الفيسبوك كامل كيهضر فقط على هذا على هذا الحدث الزوين. شوف فيسبوك كامل كيهضر على الاستقبال ديال اليوم. برافو، نكملوا معكم لا بروموسيون الاخوان بلاتي تشوفوا واش لي كومونتير فيهم شي مشكل. بقوا معايا، انا ما كيطلعوش لي الكومونتير، كتبوا لي شي حاجه في التعاليق. لا لي كومونتير كيطلعوا، انا اللي ما كيطلعوش لي. صافي غنبدا نقراهم هنا، غنبدا نقرا التعاليق ديالكم هنا.
زيد نكملوا معكم الصوت. هادو كاينين غير في اواني شعيب المدينه للتذكيري فقط، باش شي واحد ما يمشيش شي محل اخر ويقول لنا ما لقيتهمش. هادو فقط ديسپونيبل عند اواني شعيب المدينه. 10 ديال الطباسل البيضين بالدوري 70 درهم، هادو جوج ب 20 درهم، والكبار درنا جوج ب 30 درهم. صالاد واعره هادي درنا فيها غير بروموسيون صراحه خطيره، اللي كيهزها ما كيحطاش. وهادو درنا لهم خمسة او ستة ثمن حسن شحال الثمن ديال هادو؟ ستة ب 500 ريال. لي سوطاس الاخوان ب 60 درهم، ستة ستة. ترموسات 2400. هادو بالخشب كنبيعو ربعة ب 60 درهم، وعلى خمسة ب 80 درهم، وعلى ستة ب 90 درهم. اخوان ما تنساو الجيم، جيم وبارطاج، كلشي يعطينا جيم والبارطاج وطاقيو لي اصحابكم. شوفوا هاد الكيسان 1400 باكيه فيها 12، الكيسان ديال المغرب ب 1400 ريال باكيه فيها 12، القراعي 100 درهم، اربعه القراعي 100 درهم، القراعي ديال العطريه جوج طبقات 100 درهم، ثلاثه ديال الطبقات 150 درهم، الهاشوار الي جوج ديال الكيسان 3000 ريال 3600. تنغلب عاوتاني. والهاشوار جوجيترو كرافت 1000 ديال لي واط وفيها بزاف ديال الماس. وكيف قلنا لكم حنا اواني الشعيب الوحيدين في المغرب اللي كنبيعوها بالثمن الواعر. المرايه على 3 120 درهم، 2400 و 6000 ولا 7000 ريال. عندنا هاد الفراقه 130 درهم ملكيه، حتى هادي 130 درهم. هادي شحال هادي؟ 80 درهم ولا 90؟ 80 درهم. والثمن لا 80 درهم، 80 الثمن ديال هذه 1200 ريال، كذلك 1200 ريال. عندنا هذه الفراقه الملكيه 150 درهم، 130 درهم، 2600 ريال. كاين عندنا هذا لي كاش الصغير 2400، الموين 3000 والكبير 3800. عندنا هذا البلاطوات الصغير ب 40 درهم، الموين 5 الموين 60 درهم، اللي كبر منه 80 900 120. وهذا رج هذا باك كامل درنا ليه 280 درهم، 3000 280 درهم، لا 290 درهم، 5600 كيدير 400 درهم. نقصنا فيه 110 درهم، رجعنا فقط ب 100 280 درهم، 290 درهم، 5600. شوف معايا هذا الكيل البراد الاخوان، هو الجديد 100 درهم، 110، اللي كبر منه 120، الكبير ديالو 140 درهم. دائما اجدد الترحاب انتم الان مباشره مع ارخص محل كيبيع الاواني المنزليه في المغرب. انتم دابا مباشره مع اواني شعيب، البروموسيون الهمزه غدا كنحلوا من 10 الصباح ل 10 الليل. هاد السلعه تقدر تتقادى في اي لحظه، هادو ب 90 درهم يقدروا يتقادوا في اي لحظه، 120 درهم يقدروا يتقادوا في اي لحظه، 100 درهم يقدروا يتقادوا في اي لحظه، 100 درهم جوج بلاطوات ديال الميطال يقدروا يتقادوا في اي لحظه. لهذا غنقول لكم سارعوا قبل نفاد المخزون. هذا هو اواني الشعيب المدينه كيف كتشوفوا. الا شفتوا عندنا كيخصكم تهبطوا للمحل ديالنا لتحت، هنا فقط دير لكم غير لا بريزونطاسيون ديال السلعه اللي عندنا. مرحبا بكم الاخوان، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر. صراحه شكرا لكم بزاف على الدعم اللي كتعطيونا، على البارطاج اللي كتخليو لينا، كلشي يعطينا جيم والبارطاج. اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا جورة بنك المغرب اللي مقابل مع جرده الحمام. كاينه جرده الحمام اونفاس معها بنك المغرب، حنا جينا في الظهر ديال بنك المغرب. اواني شعيب المدينه، جرده الحمام اونفاس معها بنك المغرب، حنا جينا في الظهر ديال بنك المغرب. عندكم فين تستاسيونوا الطوموبيلات ديالكم، عندكم فين تحطوا ترونسبورت، هو كامل كيجي عندنا اللي بغيتو. مرحبا بكم، بلاتي نعطيكم النعت ديال المحلات ديالنا الاخرين عافاكم، بقاو معايا. اواني شعيب بلاتي نعطيكم بعد لا ليفريزون التوصيل، قيدوا هاد الارقام 06 06 05
09 05 98. هاد الارقام الا صيفطتو لهم ميساج في الواتساب وعطيتهم التصاور داكشي اللي بغيتو ولا هما يصيفطوا لكم التصاور ديال السلعه اللي عندنا، راه غادي توصل لكم السلعه حتى لباب الدار ابتداء من 35 درهم خارج كازا. 06 05 09 05 98، 06 35 40 19 19، 06 53 بلاتي 06 53 69 04 86. بالنسبة للمحلات ديالنا، هذا هو أواني شعيب المدينة، هنا كاين جردة الحمام، هنا كاين بريد المغرب، هنا فين دايز التراموي، بريد المغرب مقابل مع بريد المغرب بنك المغرب، كلكم عرفتوا بنك المغرب في المدينة. حنا جينا فهاد الزنقة اللي في الظهر ديالو، هاي هاد الزنقة على اليسر ساهلة، هاد الزنقة سميتها زنقة طاطا، راني عاد لكم من جهة البرنس. هذا هو أوتيل المامون، هنا جينا فهاد الزنقة، هنا أواني شعيب المدينة، جينا في زنقة طاطا مقابلين مع أوتيل المامون. هنا كاينة قهوة إدن آيس، هنا كاين أوتيل حيط ريجينسي، هنا كاينة كرة أرضية، هنا كاينة ساحة الأمم المتحدة، ساحة الأمم المتحدة اللي كاينة في كرة أرضية، كاينة في هاد البلاصة كتدخلوا مع هاد الزنيقة هادي بلاتي، ها أوتيل المامون، جينا في زنقة طاطا مقابلين مع السينما اللي تشي أوتيل المامون، هنا كاينة إيدن آيس، هنا أوتيل حيط ريجينسي مقابلة مع كرة أرضية، كتدخلوا مع هاد الزنقة كتلقاو هنا المحل ديالنا، هاو أواني شعيب المدينة. بالنسبة للمحل ديالنا ديال الحي المحمدي، كتخليو القصرية الحي المحمدي على اليسار ديالكم وكتبعو السكات تراموي حتى للراس كتلقاو المحل على يديكم اليمن، ساهلة ساهلة، كتبقاو غادين نتوما في القصرية سولو على قهوة فلوريدا، حنا في الطلعة أواني شعيب البرنوصي، هذا هو جامع طارق، كتخليو جامع طارق على يديكم اليمن كتزيدو شوية كتلقاو الفيروج كتدورو على اليمن، شتو كتلقاو السوق النموذجي اللي في البرنوصي راه معروف، كتفوتو السوق النموذجي كتلقاو واحد الجريدة، عرفتو الجردة اللي كاينة ورا السوق النموذجي، كتفوتو الجردة كتلقاونا حنا ورا الفيروج، ساهلة ساهلة، النعت واضح بزاف، كيجيو عندنا الناس من المغرب كامل. هاو هاو المحل ديالنا، جا في الدار الثالثة، هذا استوديو ياسين وحنا مقابلين مع النيابة، الدار اللي هنا كاينة النيابة، أواني شعيب القريعة ديال الرومبو ديال مالي البونج، شيادو لي دول الرومبوا ديال القريعة، كتمشيو مع هاد الشارع اللي سميتو شارع بشعيب الدكالي، كتلقاو واحد الدار حمراء هنا حنا تحت منا، كاين هنا واحد القهوة لو بولفار، شتي حنا جينا فهاد ليسباس، هاو ها القهوة، ها أواني شعيب القريعة فهاد ليسباس، أواني شعيب الحي المحمدي دوه، شوفوا ها المحل، شوفوا مزيان ركزوا، كاين هنا قهوة تيتانيك، كاين هنا ستاسيون توتال بلاتي، ها المحل مقابلة معنا قهوة تيتانيك، شوف ها قهوة تيتانيك، ها ستاسيون توتال اللي جا في الحي المحمدي، كاين واحد ستاسيون هنا سميتها وينكسو، كاين هنا دورة المذاكرة، هنا كاين ستاسيون توتال ديال دورة المذاكرة مع ستاسيون توتال دورة بنو تاشفين، كاين هنا مخبزة عقبة، حنا جينا هنا، واضح كتبوا لي واش النعت ديال المحلات ديالنا واضح ولا لا، عافاكم. ودابا كندير معاكم اللايف من أواني شعيب المدينة، جردة الحمام مقابل مع بريد المغرب، بنك المغرب، حنا جينا فهاد الزنقة اللي ورا بنك المغرب، واضح 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 واضح. دائما أجدد الترحاب، نتوما الآن مباشرة مع أرخص محل كيبيع الأواني المنزلية، أواني شعيب المدينة، هذا هو المحل ديالنا، كتهبطوا لتحت كتلقاو المحل، هنا فقط كنديروا لكم لا بريزونطاسيون، هنا فين كاين المحل ديال أواني شعيب المدينة، هو هذا، كتلقاو السلعة كاملة اللي بغيتو، اللي كيعرف شي عروسة يبارطاجي مع اللايف، اللي كيعرف شي واحد، اللي كيعرف شي واحد باغي يبيع ويشري، تا هما يجيو عندنا، راه كيجيو عندنا الناس كيبيعوا ويشريو، وكيتقدوا عندنا، لأن الثمن رخيص بزاف، راه بعض المرات كنبيعوا أقل من ثمن الجملة، يعني إلا جيتي تقدى عند أواني شعيب وتبيع، غتقدر تربح، وتربح وغيبقى الثمن رخيص. تجي تقدى عندنا وتربح ويبقى الثمن رخيص. يلا زيد الاخوان كتبوا لنا في التعاليق واش النعت واضح ولا لا.
هذا هو اللايف ديالنا كيف كتشوفوا. عطيونا جيم هنا، واضح واضح، شكرا لكم بزاف. عطيونا جيم وبارطاجيو لينا اللايف، ومرحبا بكم غدا من 10 الصباح حتى 10 الليل. هذا هو المحل ديال الاواني الشعيب. غدا جيو تستافدوا من الهمزه وتعمروا لي الكوزينه بارخص الاثمنه. بلاطو نعطيكم جوله اخيره باش ندوزوا اللايف ديال الانستغرام. بلاطو ديال 3600 درنا ليه 70 درهم، درنا ليه 80 درهم، 1400 ريال كنت غنقفرها. عرفتي كون ما هبطتيش تبعتيني دابا، كون ما هبطتيش تبعتيني دابا. دابا كاينين الناس ديال الله دخلوا اللايف من الاولانيين سمعوا 80 درهم، اللي يلاه دخلت اللايف دابا وقلت 70 درهم غتجي غدا تقول لهم شعيب قالنا في اللايف 70 درهم وانتم قلتوا لي. اربع د المرات كنغلط في اللايف صراحه. جو ركزوا معايا مزيان، بقى معايا اخويا، بقى حدايا عافاك، بقى حدايا. 30 درهم راه 50 دقيقه وانا ديال اللايف. انسان الله يحسن العوان كيعيا. كنقدموا لكم السلعه وكنعطيكم لا بريزونطاسيون ديالها وداك الشيء. الوغ كاين واحد المجهود في اننا نعطيكم السلعه وما ننساو حتى شي ثمن. انا كنقول لكم الثمنات وخصني نبقى مركز باش انني ما ننساش، ما غلطت في حتى شي حاجه ملي بدينا اللايف. ياك 30 درهم على 5 ب 70 درهم على 6 ب 80 درهم. المقله اللي غتعطي لوليداتك كي يطيبوا فيها البيض واخا يخسروا ما يبقاش فيك الحال 400 ريال واعره سميه. غيجيو عندهم يقول لهم عفاكم عطونا ديك المقله اللي واخا يخسروا وليداتنا في الكوزينه ما يبقاش فينا الحال. عرفتيها هي هادي 400 درهم. حيت كاينه شي مرا مسكينه كتشري شي مقله زوينه كيجي ولدها كيطيب لها البيض كيقشر عليها بشي موس كيخرج عليها العصاب كيديروا فيها. والله ما تشري لها هادي ب 400 درهم وتعلق عليها في الكوزينه تخليها يبقى يخبط فيها حتى اليوم الدين. هادي واخا يخسر عليها ما يبقاش فيها الحال 400 درهم. داكشي 20 درهم تبكي تبكي على راسها. ثلاثة ديال المقالب 70 درهم، ثلاثة ديال الكسر ديال لا ثلاثة ديال الكسرونات ب 70 درهم، وهادو جوج ب 70 درهم. 1400 ريال اخوان اللي يلاه دخل معنا اللايف دابا. راه كاين الجديد دابا، غير كنوريو السلعة القديمة. راه كاين الجديد، كاين الهمزة، كاين السولد، راه ورينا واحد اللعيبات واعرين. انا بقاو معايا غنعاود نوريهم لكم اللي غنطلع للفوق. بقاو معايا ما تزابيوش، غنديروا واحد الجوله حيت كاينين الناس اول مره كيتفرجوا فينا. غنديروا واحد الجوله في هذا الطويبله وغنطلعوا للفوق نوريكم الجديد اللي عندنا وغنحبسوا اللايف. يلا بقاو معنا. ثلاثه ب 190 درهم، ثلاثه الكاسرونات جرانيت 190 درهم، الكريبير الكريبير ب 60 درهم والغارقه عليها ب 80 درهم، الكريبير السامبل 1200 ريال، ليمون الثقال ب 80 درهم عوض 2400، وهادو ب 25 درهم، الطاجين 3000، الموين 3600، الكبير 4000 ريال. هذا 100، هذا بزاف الناس كيتسناو دابا في هاد اللحظات. دخلوا لنا جداد كيتسناو نطلعوا للفوق نوريهم الجديد. بقاو معنا، بقاو بقاو 130. بقاو معنا الاخوه، راه كنديروا غير تذكير دابا، راه غنطلع للفوق نوريكم الجديد. 170 والكبير 190. هذا اللي واعر صراحه، مره مره كنعاود نبينو حيت درنا فيه ثمن واعر. كنا كنبيعوه ب 130 درهم ورجعناه ب 100 درهم، نقصنا فيه الثمن. واللي كبر منه 110، واللي كبر منه 120، والكبير ديالو اللي كنا كنبيعوه ب 3600 رجعناه ب 140 درهم. مبروك عليكم سيداتي ساداتي الافاضل. وفيرزاتشي الواعر انه فيرزاتشي دوغي، فيرزاتشي بريستيج، والفيرزاتشي سامبل كيدير 90 100 110 130 120 130، وهذا كيدير 1400. هذا مصولدي. جوج ترموسات 100 2600، كنا كنبيعهم 3400. جوج ترموسات 100 درهم اخوان. دابا كنوريكم التذكير، راه الجديد كاين الفوق انا طالع عليه. بقاو معايا ما تخرجوش من اللايف، انا غنطلع نختم بالجديد وغنحبس اللايف باش غدا مع 10 الصباح تجيو المحلات اواني شعيب قبل ما يتقادى. زيد جوج 100 درهم، جوج ب 2800، جوج ب 2400، جوج ب 100 درهم، جوج ب 3200، 60 درهم، 80 درهم، جوج مولات ب 1200، 1200، جوج ب 25 درهم، أربعة ب 26 درهم،
76 درهم، 76 درهم، 76 درهم، 76 درهم، 76 درهم، 63 درهم، 63 درهم، اللي صغر عليهم شوية 53 درهم، 53 درهم، 53 درهم. إخوان ديروا لينا جيم جيم وجيم، جمعوا لينا اللايف الإخوان، دعموا اللايف بجيم. تتلقى معايا واحد السي، أقسم بالله العلي العظيم غنعاودها لكم وغنعاودها في لايف اخر حيت عجباتني، غنعاودها دابا وغنعاودها في لايف اخر. يعني اللي سمعني شي واحد عاودها في لايف اخر وخا ما يقولش لينا هذاك يعاودها بزاف المرات. واحد السيده جات عندنا المحل هنا، تلاقات معايا في المحل ديال المدينه، وهي تقول لي، قالت لي انت شعيب؟ قلت لها هو انا. قالت لي تبارك الله عليك، وواحد الكلمه زوينه كنسمع مع عند الكليه اللي كتفرحني وكتعجبني، وكنتحرج وما كنعرف باش نرد وما كنعرف ما نقول، انني كنسمع واحد الكلمه كبيره، شكرا وبفضلك انت وهذه وهذه، وهذا الشيء كيعجبني بزاف الحال وكيشجعني، وفي نفس الوقت كيعطيني واحد المسؤوليه كبار. كنقول شوف على هضره يقولوا هاد الناس، خصني ديما نبقى قد المسؤوليه، خصني ديما نبقى عند حسن ظنهم، عرفتي غلط صغير ما خصكش ديرو. وهي تقول لي شوف وليدي، قالت لي انا ملي كنكون كنتفرج في اللايف، قالت لي ملي ما كتماش ليا ما كانت كنهبط اللايف، قالت لي ما كتماش ليا ما كانت وما كنسمع الصوت كنحيدو. يعني كاينين الناس، واخا ناس اخرين كيديروا لايفات وكيديروا هادشي ديال لا بروموسيون، الله يسهل عليهم والله يستر لهم الامور وداكشي، ولكن كاينين الناس تحب اواني شعيب وكتيق في اواني شعيب لانهم عارفيننا نحن الاصل. فهادشي ديال لي لايف وهادشي ديال لي بروموسيون ديال بريستيج، كانوا الناس قبل منا كيديروا لي لايف اكيد، مي هاد هاد الثوره الجديده في لي لايف وهاد النوع ديال البريستيج ديال السلعه، اول واحد داروا اواني شعيب، وشكرا لكم بزاف وشكرا على الثقه ديالكم. وقالت لي مني ما كتبانش لي المكانه ولا ما كنسمع الصوت كنحيد اللايف. شوف الثقه ديال الناس قداش كبيره، وهذا الشيء ما كيفرحنيش ولا بالعكس كيعطيني مسؤوليه كبر وكيخليني نبقى خايف باش نبقى ديما عند حسن ظنكم. نكملوا معكم لا بروموسيون، جوج باكيات ب 60 درهم ب 30 درهم، حتى هادو جوج باكيات ب 30 درهم، حتى هاد الكيسان جوج باكيات ب 30 درهم. بقاو معانا، راه غنطلع معاكم الفوق نوريكم الجديد. دابا كنديروا التكرار وكنفكروا بالسلعه اللي عندنا. جوج باكيات ديال الكاس ديال السعوديه ب 30 درهم، الكاس لاف ب 20 درهم. نطلعوا الفوق، نطلعوا الفوق بركه، نوريهم هاد اللعيبات ديال العطريه ونطلعوا الفوق. يلا الموسو بالا ب 20 درهم. كنبغي نقول شكرا لرضا لانه كيبقى معايا على طول لايف، لانه كيبقى حدايا. علاش؟ لانني بعض المرات كيهرب ليا الكونسونطراسيون، كنقدر نغلط في الثمن في شي لعيبه، اي شي لعيبه كنقدر نغلط فيها هو كيصحح ليا الثمن. ما دابا ما غلطتش، غلطت مره واحده، هذا قلت 70 درهم صافي، المدة ديال 55 دقيقه غلطت فقط في هذا مره واحده، قلت 70 درهم وقلتي لي انت لا 80 صافي. شكرا لك رضا. الثمن ديال هذا 20 درهم 20، ولكن بعض المرات وخلك كترفع نقدر نغلط في الثمن ما تسمعنيش ولا مركز معايا. مركز معايا. 3 ب 20، 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 3 ب 20. هاد لي سوطاس ب 60 درهم. زيد الصينية 50 درهم، صينية كبيرة ب 1000 ريال. هاد لي كوفير دو طابل كنديروا لهم 190 درهم، 6 العواشق صغار، 6 العواشق كبار، 6 ديال المواس، 6 ديال الفورشيطات. اجي جي هادو درنا فيهم بروموسيون زوينه، خصني نوريهم لكم. 15 درهم شي على شي، ها انت 6 ديال المواس، 6 ديال العواشق صغار ب 15 درهم، جوج باكيات ب 30 درهم. يعني غتاخذ هاد العواشق الصغار وتاخذ معاهم المواس ب 30 درهم، وإلا زدتي العواشق كبار وزدتي الفورشيطات تا هما 30 درهم. شوف شوف على همزه كي دايره، وباك واعر خطير، ديروا السكرين يلا. وحتى هادو اللي كنا كنبيعوهم ب 20 درهم راه درنا ليهم شي على شي 15 درهم تا هما، بحال الكبار بحال الصغار. هادو درنا ليهم ليكيداسيون باش نحيدوهم علينا بصحتكم وراحتكم، من 20 درهم بروموسيون 300 ريال. زيد دابا غنطلعوا الفوق، دابا 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 غنطلعوا الفوق الاخوان، نوريكم الجديد ليه. هنا وريت الثمن ولا لا؟ لا مازال. 390 درهم، 390 درهم، لا جيت هنا ياك، بينت هنا، بينت هنا. 100 درهم، جوج الطبقات 100 درهم، ثلاثه الطبقات 150 درهم، 120 درهم، ثلاثه الطبقات 170 درهم. هذا هو لا طوندونس،
اخوان كيف قلنا لكم الجديد عندنا الفوق، الناس اللي يلاه دخلوا معنا اللايف دابا كنديروا التكرار للسلعه باش نوريوها للناس اللي كيشوفونا اول مره. انا غنعطيكم الثمانات ديال هادشي بسرعه وغنطلعوا الفوق نوريكم الجديد اللي عندنا. الناس اللي بداو معنا اللايف من الاول راه شافوا الجديد في الديبار، شافوه. حنا كنهضروا على الناس اللي يلاه دخلوا عندنا، اللي يلاه تحقوا بينا اللايف، بقاو معنا بقاو معنا، غنطلعوا مع الدروج طق 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 وغنطلعوا الفوق باش نوريكم الجديد اللي غيصدمكم بزاف وغيعجبكم بزاف صراحه. الطراب عوض 1650 درهم، بربانيو عوض 3600 درهم، بسيبورا اينوكس عوض 3600 درهم، المقراج اينوكس 1600 ريال، البلندر كاس ديال الزاج 4000 ريال، كاس اينوكس 4600، جوج كيسان 3600، الهاشوار كرافت اللي فيها 1000 ديال لي واطو بزاف ديال المواس كنبيعوها ب 150 درهم وسعاده جدا لاننا كنبيعوها حصريا ب 3000 ريال عند اواني شعيب. حنا اي حاجه كتعطينا حصريه كنكونوا فرحانين بها وكنكونوا سعداء جدا بها وكنعطيوها للكليان ديالنا باش حتى هو يستافد من داك الحصري. ديما اي حاجه حصريه واي حاجه 3000 ريال علاش ما نكونش فرحان؟ وانا بوحدي في المغرب اللي كنبيعها ب 3000 ريال من غير اواني شعيب، ما كاينش اللي كيبيع الهاشوار جوجيترو كرافت 1000 ديال لي واط اللي فيها قفه ديال الماس ب 3000 ريال. اكيد غنكونوا سعداء وحتى الناس اللي كيتفرجوا فينا سعداء لان شعيب جابها ب 3000 ريال. موس وستة ديال الماس، قلت لي موس طبزيل طبزيل صافي رب لي الرزق خصني نطلع نوريهم جديد ونحبس اللايف. طبزيل وستة طباصل ب 2400، عندنا البيض وعندنا الكحل، بانيني 2400، البانيني كبيرة ب 3000 4000 ريال و الى ما ذلك. صافي طلع اخويا الفوق، طلع طلع الرزق رب، طلع اخويا الفوق باش نوريو الناس الجديد اللي عندنا، الجديد الجديد حصريا عند اواني شعيب. نرحب بكم على هذا البث المباشر، ويلكم مرحبا بكم. ارى لي الجديد اخويا الجديد، غنبين على الجديد باش بلا ما ندير التكرار ياك. الجديد هما هاد المرايات اللي درنا لهم 1200 ريال ثلاثه واعرين. الجديد هما هاد المرايات اللي درنا لهم 2400 عوض 400 درهم، شيخ واعر واعر هادشي، واعر 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 هادشي. شوف 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 ليا الجديد الاخوان، شوفوا المرايه كيفاش كتبين الوضوح. شا زيد عطيني الجديد، هادو كاع ما بينتهم جوج ب 25 درهم، جوج ب 20 درهم، هادي 15 درهم. عطيني الجديد، الجديد البراد 100 درهم، واللي كبر منه 2200، واللي كبر منه 2400، والكبير ديالو 2800. زيد الجديد، ها هو الجديد، ها هو عوض 3600 غتاخذهم فقط ب 100، لا ب 90 درهم، 1800 ريال. وهادو 2400 120 درهم، 2400. زيد هادو 99 درهم، هادو 99 درهم بجوج. زيد شنو كاين في الجديد عاوتاني؟ 60 درهم، 70 درهم، لا سمي 60 درهم، 600 ريال اصاحبي، 600 ريال، 30 درهم، 70 درهم، 80 درهم. زيد شنو عندنا في الجديد عاوتاني؟ زيد الكيسان ديال المغرب جبنا زواقه جديده 1400 ريال، هادو تا هما جوج بس ممكن ما يدير الاخوان. غدا مرحبا بكم، راه بزاف تلعيباش ما بيناهمش، اللي بغى يعمر الكوزين يجي عند اواني شعيب. شكرا لكم بزاف على المتابعه، نخليكم تشوفوا تنعسوا. غدا جيو عند اواني شعيب من 10 الصباح حتى 10 الليل، كاينه الهمزه، كاينه لا بروموسيون، كاين الصولد، كاين ما يدير. هاد الكلمه قال لي واحد السيد تلاقى معايا في المحل ديال الحي المحمدي ودخل وقلت لي الثمانات هادي ب 1200، هادي ب 1400، وعجبوه الحال وقول لي كاين ما يدار عندكم. هي كاين ما يدار وبقيت ديما تنقول انا هادشي راه شي عام ونص، بقيت انا ديما تنقول تنقول لي كنقول لهم كاين ما يدار، حاش عجب حاش قالها بواحد الطريقه قال لي كاين ما يدار. فهمت اللعيبه ديال زعما فهمتي راه هادشي راه المدام ديالي ما جابتنيش هكاك،
حيت دابا المدام ديالو قالت لي يلاه معايا ديني عند اواني شعيب نتقدر كنتبعو في اللايف. هو مني دخل في الاخر فهمتي مغوب شويه وما عجبوش الحال، قال لي بشحال هادي؟ قلت لي 60 درهم اسيدي. هو يقول لي هو يدير ديك الشوفه ديال التعجب، وانا نقول ليه هو يقول لي وهاد الكيسان؟ قلت لي 70 درهم اسيدي. هو يديرها ويقول لي هذيك العشوار كانت عندنا واحد العشوار خطيره باقي كنعقل كانوا فيها كنا كنبيعوا قليب شي 130 عرفتي الصول ديال 2021. وانا نقول لي الثمن ويقول لي وكان ما يدار وينشاط ويبتسم فرح ويقول لي وكان ما يدار. هادشي اللي كاين الاخوان، مرحبا بكم، مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام. اين بلاصه؟ حنا جينا في المدينه ورا بنك المغرب مقابلين مع جردة الحمام مقابل مع بنك المغرب، حنا في الدار ديالها. شكرا لكم، غنخليكم في هذه اللحظه تمشيو تنعسوا باش غدا ان شاء الله من 10 الصباح حتى 10 الليل وحتى الخميس، من 10 الصباح حتى 10 الليل والجمعه، من 10 الصباح حتى 10 الليل والسبت، من 10 الصباح حتى 10 والحد، من 10 الصباح حتى 10 الليل. نتلاقى معكم الاخوان غدا في محلات اواني شعيب. شكرا لكم على المتابعه، نختموا معكم، ديروا لينا جيم هنا. انا يلاه دخلت شفت هادشي لقيتكم ساليتو، يلاه دخلتي عاودي تفرجي في اللايف من الاول، اللي يلاه دخلي عاودي تفرج في اللايف من الاول غيلقى الجديد كامل اللي بينا. ما عليكم ديروا لينا جيم هنا وبارطاجيو لينا اللايف. شكرا بزاف على المتابعه، اللي ما سخاش بينا يلتحق بينا دابا في انستغرام اواني نقطه شعيب. دابا جو عندنا الانستغرام الاخوان، غنديروا دابا لايف انستغرام ونحطوا لكم هادشي في لي ستوري. شكرا، مرحبا بكم، غدا ان شاء الله نتلاقاو معكم من 10 الصباح ديال 10 الليل. جيو تستافدوا من الهمزه والصود، راه الناس كيجيو من المغرب كامل حتى لعند اواني شعيب باش يستافدوا من الصود حتى نتوما. مرحبا بكم.